الفيدرالية الوطنية اليوم كتجتمع رفقة للنقل السياحي، كتجتمع رفقتها يعني ممثلي الجمعيات الجهوية ومجموعة ماروك بي ام او وممثلي وزارة السياحة والنقل وزارة النقل باش يعني يكون واحد الشرح مستفيض لهذا البرنامج ديال جو سياحة اللي هو مجهود تنشكروا عليه وزارة السياحة اللي خرجت هذا البرنامج هذا اللي غيجي اليوم يكون واحد الدعامة أساسية للمهنيين في المراحل القادمة وفي التحديات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادا تقوم أو للمحطات اللي غتستقبلهم البلاد ديالنا فوق تنظيم كأس العالم. كنعرفوا يعني بأن الرقمنة اليوم هي واحد تحول خصنا نواكبه وهو ضرورة حتمية، والمغرب يعني خدا واحد دار واحد التحدي ونجح فيه على المستوى القاري، وحنا يعني خصنا نكونوا في قلب هاد التحديات هادي وغنكونوا في قلب هاد البرامج هادي، وغادي نحاولوا يعني نواكبوا المهنيين ديالنا باش يتنزل هاد البرنامج هذا وترجع يعني يرجع بالفائده على المهنيين ديالنا وعلى السياحه ديالنا وعلى الاقتصاد الوطني ديال البلاد ديالنا. حنا يعني كفيدراليه اليوم او كمهنيين ديال النقل السياحي كنطمحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني باش يتم تلقيح هذا البرنامج هذا يعني بدعم الاسطول ديال النقل السياحي، لان اليوم عندنا قرابه 30 حتى 40% ديال الاسطول اللي غادي نحتاجوه في افق 2030. يعني باش نواكبوا هذا الشيء هذا يعني كناقلين سياحيين غادي يكون جد مكلف في ظل يعني الارتفاع ديال الاسعار ديال العربات وكذلك المحروقات. اذا اليوم طالبنا من وزاره النقل يعني باش يتم ادماج قطاع النقل السياحي بجانب باقي القطاعات الاخرى اللي كتستافد من تجديد الاسطول، لان اليوم العربات ديالنا اللي كتكون يعني امام المطارات او في بواب في البوابات يعني ديال الفنادق او في استقبال الضيوف دائما كتكون يعني من الجيل الجديد، والجيل الجديد يعني كنعرفوا الزيادات المرتفعه مؤخرا، وبدون الدعم هذا يعني ديال تجديد الاسطول غادي نكونوا تنواجهوا واحد الاكراهات اللي هي كبيره. تنتشرفوا بالحضور في هذا اليوم التواصلي اللي انضمته الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي. في اطار هذا الحضور هذا كان الهدف ديال هذا اليوم التواصلي اننا نوريو لا بروفيسيون اشنا هما الامكانيات ديال المواكبه اللي تتوفرها الفرصه ديال جو سياحه، المواكبه التحديات ديال اللي تاخذها المغرب في اطار تنظيم لا كوب دو موند 2030. وهل الهدف ديال هاد المواكبه هو اعداد هذا القطاع باش يكون في واحد المستوى اللي عالي في ضمن هاد التحديات اللي داخلين عليها ان شاء الله. وكان واحد التجاوب وحضور فاعل وقوي لهاد القطاع باش يستفدوا بهاد المبادره ديال جو سياحه اللي انضمتها وزاره السياحه مع وزاره الصناعه والتجاره، وقاموا بهذه المبادره من اجل تسهيل ولوج هذا القطاع للخدمات ديال المواكبه اللي تدخل لهذا القطاع انه يكون في واحد المستوى ديال التحدي اللي يكون افضل من جميع القطاعات الاخرى.